يطلب أبناء وتجار جل الديب البسيط بتأمين منفذ أو بديل عن جسر الحديد تحول بسبب التناقضات والتجاذبات إلى مطلب معقد أو شبه مستحيل. فالحلول اللي عم تقدمها الدولة رح تؤدي إلى خسارة جل الديب لواجهتها الساحلية وساحتها التاريخية، كما رح تؤدي لمزيد من ازدحام السير وخسائر بالمؤسسات التجارية، وبالتالي بتتناقض بالشكل والمضمون مع رغبة المواطنين بفك الحصار عن جل الديب. سيسرين رح تقتل المنطقة كلها سوا، يعني بيصير في مسافة طويلة تسكرت على المحلات اللي بيكونوا هون يعني لمالة الجوة، بينما جسر واحد ما مسافة قصيرة اللي محلات رح تتضرر. فين يعملوا مثل الاتحاد من زمان، يعني كانوا فتحوا مفرع وعملوا إشارات انتهت العملية، بدهم يعملوا مصاري مش عم تزبط معهم. عسي صار لهم قديه عم بيقولوا انه بدهم يعملوا جسر. يعني انت بلبنان مثل ما هو لو دهنوا زبطوه كان هذا بلا هلا اللبكي كله سوا، لانه اذا عملوا محل ما هن عاملينه كتير منيح اساسا، قربوا ورجعوا وبيضيقوا المحلات، في ناس تتعطل. بدل ما يكحلوها عموا، مثل بيوصف طريقة تعاطي المعنيين مع إقامة مدخل من الأوتوستراد لجل الديب. فالحلول اللي عم بتقدمها الدولة واللي مرة عم بتكون على شكل ممرين علويين ومرة نفق ومرة أخرى بجسرين على شكل يو، بعيدين كل البعد عن مدخل جل الديب، ما بتلبي حاجات المواطنين بل بتساهم بعزلة جل الديب وإلحاق الخسائر بأهلية والمواطنين. شوف إيه واحد بنهر الموت وين عم يسكر السير للضبيه، تصور عم نزرع الأوتوستراد كله جسور بطون من الإيه. طب شو نتيجتها على صعيد ازدحام السير؟ نتيجتها كارثية بدها تكون. بضيف وبقول انه هذا الجسر على حدود الزلقة جل الديب يبعد دقيقة بالسيارة من جسر اي اخر موجود على السيتي مول، يعني على الجيون من نهر الموت، والجسر المنوي الاي الاخر منوي اقامته بأنطلياس يبعد ايضا دقيقة واحدة بالسيارة عن جسر اي اخر موجود في أنطلياس. الزرع الأوتوستراد بالبطون لا أكثر ولا أقل، وهذا من شأنه أن يؤذي الجميع، أن يضرب الجميع. هيدي بنسميها كيف بيقولوا وين وين سولوشن، هيدي عكس تماما للوين وين سولوشن، لوز لوز سولوشن. خسائر إزالة الجسر القديم من دون تأمين البديل لا تعد ولا تحصى، وهي مرشحة للازدياد والتهديد بكارثة إنسانية واقتصادية على سكان المنطقة في حال استمرار سياسة الإهمال. شو بده ينعمل؟ مفروض يصير شيله قديم يحط جديد، لأنه منطقة بأمها وأبوها بتنزل مليون سيارة، نتعذب نلف وراء أنطلياس شغلة بدها 5 دقايق، بتاخد معنا نص ساعة لنوصل على الدورة، فمش مقبول بقى بهدلة العالم هالقد. إذا مش جاي على شغلي ما بيجي على جل الديب، شو بدي اجي اعمل اعلق ساعة ونص بعجقة الأوتوستراد من أنطلياس لنهر الموت؟ 3/4 ساعة كل يوم من أنطلياس لنهر الموت. مفروض يكون في جسر بأي طريقة كان، بأي هندسة كان، المفروض يكون في جسر، لأنه كل العجقة بتتسبب بأنطلياس وكارثة كارثة عم بيصير. يعني بعرف إنه صار، إذا بدك توصل على المحل هون بدك ساعة ساعة ونص، يعني حرام ذبحوا لك المنطقة نهائيا. قضوا عليها من وراء كم واحد زعيم، قضوا عليها. لعبة المصالح حولت جسر جل الديب من جسر تنموي إلى جسر سياسي عم بيكلف بالإضافة للأضرار المعنوية ملايين الدولارات من دون ما يصيب الهدف من إنشاؤه.